انت ابتديت نعم تروح الكنيسة، ايه اللي نعم خلاك، ايه اللي خلاك تقتنع ان المسيح هو فعلا الله الحقيقي، هو الاله المتجسد، هو الرب الحقيقي اللي انت بتدور أبونا، عليه؟ يكفي أنه دين تسامح، بيه تسامح كل فظيع فظيع، بيه تسامح فظيع، يعني هو اللي خلاني أطبل هذا الحياة الأبدية، يعني دين فظيع. اللي عجبك التسامح؟ كل شيء عجبني، كل شيء عجبني بيه. قول للناس عشان تعرفهم انت ازاي اتغيرت، هو ازاي أول شيء المسيح دخل عجبني قلبك. نعم عجبني التسامح، عجبني المحبة، عجبني المساعدة اللي بيناتهم، عجبني الولاء اللي بيناتهم. ديني كل شيء ما شفت، بس قتل وذبح، كل شيء ما شفت. ما عندنا شيء احنا بالدين الاسلامي اسمه تسامح. لا تسامح مين يا عم؟ ما تسامح مين؟ عندنا، ما عندناش ابد ابد ابد. ضرب الدفاع. وصلت على تركيا، ظليت ابحث على كنيسة. لقيت كنيسة في ازمير، وبقيت احضر. ما تقولش المنطقة يا ابني عشان حافظ. نعم، ولو هي هاي الكنيسة يعني موثقة، يعني مشهورة. ما انا عارف، بس عشان بس ما يوصلولكش يعني. تمام أبونا. فبقيت أروح كل أحد، يعني كل أحد أروح هناك، يعني دورات، يعني حتى مصاري ما عندي بأنه أروح لهذا المكان اللي شوية بعيد عليه. اضطريت أنه دائما أصدقائي وأروح حتى أحضر الاجتماعات، لحد ما شهرين ثلاثة ورحت للتعميد، ونحمد الرب ونشكره انه تعمدت وغسلت بدم يسوع. هاي احلى شيء بحياتي. اتعمدت امتى؟ قبل سنة حوالي. يا انت لسه فريش طازه بقى. الف مبروك، الف الف مبروك. مبروك لكل الاخوة. امين. اللي يغسل الدم يسوع تبدأ حياته جديدة. ايه الفرق بين حياتك الان لا قصدي حياتك قبل التعميد وحياتك بعد ما تعمدت؟ شفت حاجه جديده، فرحه نعم، جديده، فرحة جديدة، يعني يكفي انه انولدت من جديد باعتبار، يعني حسيت بيها، حسيت اي بالولادة. انولدت من انا من وقت اللي دخلت المي. يعني حسيت بانه انا حتى المرض راح من عندي. أنت عندك مرض إيه يا حبيبي؟ انا عندي فشل كلوي. يا حبيبي يا ابني، نعم. يا ابني. حس من دخلت للمي وتعمدت ودخلت للمي، حسيت بأن روحي نظيفة، صارت جسمي نظيف، كل شيء صار بي نظيف، يا رب يسوع. كل شيء صار بي نظيف من وراء الحياة الأبدية الحلوة هاي. يعني أتمنى كل الناس تطب على هاي الحياة الأبدية، لأن تخلصون من الشر ومن الظلم ومن الاضطهاد، من كل شيء يعني تخلصون. يا سلام يا سلام يا سلام يا ابني، يا سلام، آمين 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 مجد لك يا رب. طيب انت آمين. بتروح كنيسة في تركيا، بتتكلم عربي ولا كردي ولا لا، يتكلمون اللغة العربية. نعم، ومعانا أخوة، همينة معانا أخوة، معنا معانا من كل الديانات طبعا، من كل الدول، يعني معانا، يعني موجودين معانا. ايه اللي عجبك في الكنيسة اللي انت فيها الآن؟ القس يعني يحكي ايوه قصص كلش حلوة، القصص دي منين؟ القصص من الكتاب المقدس، جميل. يحكي يعني يفتح لنا مثلا فيلم مباوع على مثلا المعجزات، على كل شيء، كل شيء مباوع. يعني انا قمت احب الاحد يجي حتى اروح للكنيسة. الله، كأنك رايح فرح طبعا وكده. اوه، راح للجنة. الله، لا ما مش الجنة بتاعتهم، الجنة لا، بتاعتهم الجنة بتعبونا. بتاع ابونا السماوي. الله عليك نعم 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 الله نعم عليك نعم الله مال عليك. الجنة ذيك طلعت من هذيك، هسه انا بهاي الجنة حاليا. كنت بتتغاظ انت من جنة محمد صح؟ جنة كلش خلد. يعني كنت اروح للجامع بصلاة الجمعة، قاتلوهم، اقتلوهم، ذبحوا، شنو شكوا شكوا. تعالوا، هذا الدين كله تسامح، كله محبة، كله اخلاص، كله يعني هم ما يعرفوش يعيشوا من غير القتل ويقتلوهم ويذبحوهم. أبد أبد ما يعرفوش، ما يعرفوش أبد. شوف بلدك اتقلبت ازاي يا ابني، بعد ما كانت اعظم بلاد الشرق الاوسط، كانت طبعا اعظم بلاد الشرق الاوسط يا ابني. ده ما كانش فيها امي واحد، كانت بلد نعم نعم متعلمة مثقفة بتصدر اكتر من مليون كتاب في السنة. ايه يا ابني اللي حصل لكم ده؟ من الاسلام، من الاسلام. من دخل الدين بالسياسة اتكسرت الأمور كلها. يا ابني مش الدين يا ابني،
ايش دخل الاسلام في حياتنا؟ ايه اللي ما دي حاجه ودي حاجه. نعم 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 نتمنى من كل الموجودين واللي دا يشوفونه بانه يتخذون هذا الطريق الصحيح، طريق الحياه الابديه، طريق النور، طريق الحياه الحلوه، طريق التسامح. اهم شيء عندكم بهذا الدين التسامح، اللي عجبني كله تسامح.